سعيد الكحل، مهاجر في الديار الأمريكية وعضو في مؤسسة أمين لمساعدة المهاجرين الجدد. التعريف لهذه المؤسسة اللي تتساعد المهاجرين الجدد بدأت في الأول كفكرة من عند واحد الأخت، الاسم ديالها جميلة مفليح، كانت بمدينة بوسطن وشافت المشاكل اللي تلقوها القادمين الجدد في أمريكا والعراقيل اللي تلقوها، وكونات واحد المؤسسة هي وبعض الإخوان وتواصلت مع الناس تقريبا من كافة الولايات، دابا واصلين 22 ولاية الحمد لله، باش تنساعدوا هاد الناس. ومن بين النصائح اللي تقدم مؤسسة أمين المهاجر الجديد، أول حاجة هي اللغة الإنجليزية، لأن لقينا المهاجرين مني تيكونوا في المغرب وتنكونوا في تواصل معهم تنوصيهم على قضية اللغة الإنجليزية، ولكن مني جاوا تما كينيا كاين اللي جا مداش في اللغة الإنجليزية، يعني لقينا معهم صعوبات. مثلا بحال الحرف حاجة مهمة، مثلا بحال بلومبي، ميكانيسيان، تريسيان، حلاق، اي حرفة كاينة في المغرب يحاول الواحد يكثر فيها القدرات ديالو والشواهد ديالو اللي عنده شي شهادة، اول حاجة يترجمها هنايا ويجيبها معاه ويحاول يتعلم هذوك الاسماء ديال هذاك الحرف اللي تتكون في الحرف، مثلا بحال مثلا العدة ديال هذاك الحرف ديالو يتعلمهم اللغة الانجليزية باش تجي سهلة. موضوع ثاني بغيت نوصلو بالاخص للاخوات والوالدين هنا في المغرب، وهو هذا الفيزا ديال الخطوبة. هذا الفيزا ديال الخطوبة فيها مشاكل كثيرة بالنسبة ان الانسان تيكون في تواصل مع شي اخت هنا في المغرب، ولا تيجي هنايا تيدير معاه فيزا خطوبة وتيقول لها غادي نديك وغادي تمشي تما وغنصوب لك الوراق، من بعد ملي تيديها تما كينيا ولا تخرج لها الفيزا وتتمشي، من بعد شهرين تيتخلى عليها. ملي تيتخلى عليها ما تيبغيش يكمل مع الاجراءات باش تصوب الوراق ديالها ديال الاقامه، تتلقى راسها هي متشرده، ما عندها فلوس، ما عندها حتى شي واحد اللي غادي يقابلها، لان كانت معوله على داك الشخص. نصيحه اللي تنوجهها لهم وتنوجهها للوالدين ديالهم، انهم من يجيو هنايا مني غادي يديروا اول شيء غادي يديروا الكاغط ديال الزواج هنايا بالمحكمه بكل شيء، يصوبوا الكاغط ديالهم، من بعد مني ياخذوا الفيزا ياخذوها كتجمع عائلي كالتحاق بالزوجه، تكون عندها وثائق ديالها بان غتلتحق بالزوج، في حاله الا تخلى عليها تما كينيا غادي تمشي تتواصل مع المحامي اللي غادي يجيب ليها الاوراق ديال الاقامه ديالها، باش هذاك ما يبقاش يستغلها ولا تضيع هيايا. بالنسبه لنا مؤسسه امين، هذا العمل اللي تدير مع المهاجر الجديد تديره بالمجان بدون مقابل، تنساعدوا الاخوان ديالنا باش حتى هما نربيو فيهم داكشي ديال البنات تاهما، باش نشجعوهم باش تاهما يعاونوا الناس مستقبلا من يجيو تما ويقفوا على رجليهم تاهما. وفعلا لقينا هادشي هذا، يعني الناس اللي جاوا جاد كلهم شجعوا بداو تاهما تيعاونوا الاخوان ديالهم والاخوات ديالهم اللي تيجيو.